عسلمة مرحبا بكم ورجعنا لكم في ريكسيون جديدة. واخي انا هذايا اخر قبل اخر حاجة مو اكيد باش نحلوا الديبا نتاع شنو لقيتي وعلى التراكات اللي صاروا بين يوبي ولاماس، على خاطر في اخر تراكات في تراك نتاع يوبي جبد لاماس ولاماس حسب فهمت جاوب يوبي، دونك فما كما نقولوا خروج على اللي حكينا فيه، يعني خروج على البيف هذايا باش نخرجوا منه ندخلوا في بيف صغير اخر بين لاماس ويوبي اللي هما اصلا ولاو اصحاب من بعض. مي تاخرت عليكم على الفيديو هذا، دوك على الفيديو هذا اللي باش يكون فيه التو فري ستايلز اللي عملوهم فوبيا والرد نتاع يوبي قدامه باش يكون في فيديو واحد، وممكن غدا نعمل الفيديو اللي صار بيناتهم باش نصلح هذيك نسكروا بيه الموضوع ونشوفوا البيف اللي بعده. نعطي لكم السونداج تاع البيف اللي بعده، دونك اكيد قبل ما نبداو صليو على النبي تاع اخوتنا فلسطين وسوريا ولبنان ربي معاهم القفل اللي عايشين فيها. ابوني في اليوتيوب تلقاو اللينكس لكل نتاعك الشانل الثانيه تاع البقشيش كتحب تسيبورتيني بلاتفورم تونسيه وعربيه، دونك الانستغرام بالطبيعه نوصيكمش على الانستغرام. ليتس جو الاستوديو هادي عاود هادي رجعنا نشتيها الاستوديو هادي تقيسني تقيسني اي فوبيا يزاك على جو راديو هرقا صاحبي هرقا اي مش من شافك مول جوكر جميع حار جوز وسليطة ياك الفايدة في اللي دار كل دقان حب عيطة قرع لد اوكي اكرر اللود خلنا نسمعه شوية بلي سؤال الفوبيا منين في الجزائر ويوبي منين؟ انا حاسس ما حسيت انه مش الزوز من عناب على خاطر ممكن لهجة عناب هي اقرب لهجة للتونسية، دونك نحس اني ربط عناب الكل نفهمهم نفهمهم وقش علي نفهم في 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 تونس. ما الفوبيا خاصة عنده كل فيش خل الاخ صوته جراش شوية، دونك فما كلام ما تسمعوش 100% من شافك مول جوكر جميع حار جوز وسليطة اوكي حال انه خاطر يقصد انه فما فما تراك يوبي عمل روحو كيما الجوكر دوك يحكي عليها كيكا ياك الفايدة في اللي دار كل دقان حب عيطة قرع الجراس هكا ندوي مفتحناش ورق الزابور فهاد ال مفتحنا ريت كيفاش مفتحناش ورق الزابور الزابور احنا نعرفو احنا الزابور هو حاشاكم الزك دونك ما ريت كيفاش فما عليك ساعات بتحسني ميل مع رابر على رابر اخو خاطرني ممكن فهمت رابر هذاك فهمت رابر الاخر دونك ديما فوبيا عندي مشكله في الفهم في الليركس نتاعو الجيم كل شيء لازم تفهم من في الجيم كلش نحوي ظاهر هاي ميتافور عندك عيب ما يتخباش تريح سردين فيح بيطان اوكي عندك عيب ما يتخباش تريح سردين ما يتبيطاش ب تقولوا ينحي المستاش بالكافي نطلع لي فان اوكي هل يقولوا نحي المستاش شعره طويل دونك نحي المستاش باش تولي الطفله معنا بورتانتي بيا احرز لا دير النية نهار اللي نموت قولوا مزية يحبونيش خاطرية يح نهار اللي نموت مزية عليهم قول بلس وانت ترجم ماشي بلس وانا راك ترجم اوكي فما قلبه خلينا نشوفوا شنو حبونيش خاطر ريال قول بلس ما حبونيش خاطرني ريال قول بلس وانت ترجم ماشي بلس وانا راك ترجم اوكي قول ابليس وانت ترجم مش ابليس وانت ترجم فيا فهمت فما خلينا نقولك نرجم ويرجم ابليس انك هو ترجم وارجم عمل بيها بار نايس طلق حتى تقرجم معايا اللعب يعيش لي ينجم قلبك حلو القول من الجم نحفر لك بعد نردم فاصة فاصة منها تندم كل شي حبس تخناك لي تخدم مات الراي وبقى خالد ما يم حيث مات الراي وبقى خالد اوكي فاصة فاصة منها تندم كل شي حبس تخناك لي تخدم مات الراي وبقى خالد ما يموت شراب يبقى خالد يا اسمه خالد دونك قالك مات الراي وبقى خالد اللي هو خالد شب خالد ومات الراب يعني أو اما انا في الراب اخت اسمه خالد دوك انا هو خالد في الراب ريبير خالد الاسم والخلود اللي هو البقاء والفناء يا حلوه
ضربت الجيم وبهم شارد ربت زيري قاع يعاند جوز في غابتي دورة وفي بحري تكون الدورات تعرف الدار المهجورة سن ما يرتل الصورة قبل ما تكون مغزرو فيك شادي داربي الاسم مع الموجة جابوك بفيت طيتك بوز وراك تقاسم اون فامي تشوفني غاشي ان فيتي في كاميرا كاشي ويقبات قدرت كلاشي في تيرينغ هدرا كاشي اولد سكول خلاك باير اوتوتي لقيتك داير او اولد سكول خليك باير اوتوتي لقيتك داير لبت لك قاعد زاير فيك الله ان وراك غاير فيك لا اين وراك غاير هي سمارت راه برسمي هي سمارت يعرف كيفاش يتريتي ليخ يوبي ممكن تقولوا يوبي مش بنية معناها كيكا كيف تجي تجي بسبانها بكل شيء هذي سمارت يعرف يعني يحاول كيفاش يربح له ماكسيموم من البيف مش جست هالي نعفي بيف ليه حب يربح له ماكسيموم من البيف هذاك دونك نمشو طول طول للرد متاع يوبي اللي هو صار بعد النهار حس ما قالوا لي العبيد اللي صار بعد النهار يوبي قالك اليوم جانا بفريستايل حار 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 خارج من العالم هذا صاحبي شو ما نكثروا الهضره ما والو اطفي ارمي له الاستوديو صح انا نروح انا نروح ربط الزاد فيها رجال كيما فيه بزاف فروشة بويرة ما فيهاش اوكي ردت في برشا جيك كيما فيه برشا فروشة بويرة حر عليها ما نتبعش الموجة جيت نرد من نفس الميكرو اوكي الصوت صوت واطي على برابور لحظة برك ما نتبعش الموجة جيت نرد من نفس الميكرو انا جيتش نجيبك في نفس البلازة في نفس الميكرو راك خليت فيه دي ميكرو توا ذكرت الفريستايل قشتلو 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 قشتيل ميك قالوا شمك اللي شمك كانت خليت فيه الريحة خليت فيه دي ميكروب وطش ديزانفكتون وبريود دي الكورونا ما نعرف فيش يعملها من تحت الارض احنا دي مترو اولد سكول وبقينا دي جران جاوا بفاست اولد سكول قالوا اولد سكول وقعدنا كبار يا انت في رخصك مدي ديبلوم وجامي كون ديبلومي من اللي تنوض تقوش يديك رومي من اللي تنوض تقعد تقوش عليك ديك رومي الله يهديك هومي ما زالوا بيناتنا الايام كي تموت انت يا سير راح يسمو عليك سيام This is why I love يوبي This is why قلت لكم الف مرة كيفاش تريتي ديستراك سيد جاوبوا على فاست اولد سكول جابوا يعني اتمنيك عليه على خاطر جا في بنفس البلاصه اللي هو فيها بعد قالوا فسخت لي انا نموت انت باش تكون عليك مزيه قالوا اي برسمي انت باش تموت باش يكون وفهمت يعني خذيه برسك شطر البارز اللي عملهم فوبيا وجاوب عليهم ديك هومي ما زالوا بيناتنا الايام كي تموت انت يا سير راح يسمو عليك سيام خليت لك عقده عندها عام وما حبتش تفوت اكبر كاميرا اوكي يعني الفيصل هذا صار بعد عام من البيف باشي نهار غنيت في البوط موت هي بركا ما تطيح لينيا احنا تعرف وانت يا تحسيها مليا بانيا فضايحة لانيا فيكم الآن نانيا عليها الربط الزيت جامع روح للعب لاميا وو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 و
في المعاملة نتاعكم. على ذكر الربط الجزائري مش باش يوصل للعالمية دونك، ولا اختفت لك فما حاجة اللي حاصلة في الربط التونسي والربط الجزائري مختلطة، اللي احنا عنا ياسر أنانية وياسر كره بين الروبا نتاعنا. معنا ممكن احنا عنا الديستراكس اكزامبل، كان تقارن مش خان في الرابط بيعا، كي تقارن الديستراكس يصاري في تونس والجزائر من نقولوا من 2010 البرشا بارابور الديستراكس اللي صاروا مثلا اكزامبل في المغرب. وعليش؟ على خاطر هما حتى كم يحبوش بعضهم يخدموا من بعضهم، على خاطر عارفوا انه فما اندستري كبيرة انه لازم يفايتوا من بعضهم باش يبروموتيو بعضهم باش يطلعوا من بعضهم. سو نحس هم نحبوا نكروا الانتشار الراب المغربي والبروتس واللابيلات اللي موجودين اكثر من تونس والجزائر. علاش؟ خاطر احنا قعدنا ديما وحلين في الطبقة متاع الاولد سكول متاع العباد اللي تحب تخرج بالسوفرانس اللي لويل برشا للراب. كي تقعد لويل برشا للراب راهو بالرسمي ماكش امبوسيبل راك باش تسمع نهار اخر ديستراك كله سبان وبوم باب وكل تقع عام 200 مليون فيو. صعيب الا لازمك تعمل شنو تعمل كتراكيت كالورد ميوزك الفيتورينجات الكولاب مع لعبات اخرين دوك هذيك هي اللي ناقصه. روح للعالميه ماني 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 ماني
عمله بلعاني بشتغلنا عناف ان عناف نشانتي مغير اوتو تيون ما نحتاج شوتو تيون بترو اني راب راضع في الحليب عرفت شو عليش عمله ماني 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 ما نحتاج شوتو تيون عندي لافوا كي تيو تغني مدقامي كفي تيو ما مادموزيل كي تيو خلط فيا نور نغني باللي قام الكل متاع الموسيقى انتي مدموزيل شكونك وريك الزنباع وين يتباع اوب رانا في راديو سمحوني حشموش وتقولوا اشادي وزاد ربحكم كاع هضروا راكو فليت ساعه نكلاشي بالاستمتاع بالمجيد كلاشي يوبي صاحبي ليق تريفيزي ليق تقولهم باللي تزوق بدي في سبونسوريزي اي ركتا قبل ما تكلاشيني يقول لهم كنت تعمل في فيديو سبونسوريزي ما قصنيش مش كحافي انا الريح سردين وانت ياك تعرف وش من الريحة فيك ليه كيفيه هو قال كم نسين حاجة على التراك اللي فات ريحته كريحة السردين قال اوه بالرسمي انا ريحة ريحة السردين وانتي ما قصنيش مش كحافي انا الريح سردين وانت ياك تعرف وش من الريحة فيك انا في ريحة السردين وانت شنو ريحة فيك ريحة الوبنة لوجيك ما حياك هذاك الجزائر توست يستقر بعضنا خاطر حتى الفاسون تاع التقوحيه بمتعنا كيف كيف اليوم تدي حسابك صافي كل ما تكلاشي هكا يصرافيك حتى ينفخ اسرافيل يوبي خرافي في الجزائر خاطئ جغرافي انت كافي قنطافيك مديرابي وراح تبقى طافي كل ما تكلاشي حالا نوت جد البوبالا شلاغ امي نوضو والعذرية لالا مالا ماكش تعفى صفاص نفكرك بك في حاجة دومون ديت لك باطل صاحبي واحد ما جا واو طلبت منك ان عمرو ندخل في بافل وينك ما جيتش ونهار عيط في التليفون وقلت لك نجي في الليل قلت لي بزاف عليك طريق وكلش بالدليل ياح ماني وقت اللي كنا في وسط بيف كلمه قالوا اعطيني الادريس نتاعك خلينا نجيك نفضوها المشكله انا نشوف قداش شارع وقداش ريل قالوا لي ها طريق عليك طويله سيب عليك ما تعبش روحك تعرف مليح اللي دار النامي مشكون هو بينك وبين روحك على بالك باللي انا قوى نتوما قسم الهواد وانا في الكلاش مواد اي نشوفك مفواد ما اوتوتين تغواد اي صحيح اي بيت نقول له بك حاجه لا قلت لي انت درت البوس بيا سي نورمال وراءك كل رجل عظيم امراه يجم متريتي كل بار تقال عليه معناها مهما باش مهما باش تتمنيك عليه ولا باش تقول عليه حاجات يخليك تقولك اي انت صحيح اما يقلبها عليك معناها فاست السردينة ولا فاست الموت ولا فاست كل شيء قالوا وتوفى اللي انت عملت بيز بي اي قالوا وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة دوك هو شبه بالنساء راك بين المطرقة والماردو حاجة دزيان جيت هنا في كيفني باش تكون كلاشي عاود كلاشين هاك موج كلاش انا مانيش موج كلاش والعاقبة واحدة تبعتك والله انا ممكن سمعت قبل و فيرست امبريشن ممكن نعاود ناكد لكم ناغر لحد الان يوبي احسن اقوى واحد في الكلاش في راب دزيت اكيد عملت لماسك ياسح لماسك ياسح مي نحس يوبي يقدر انه يكلاشيك في بضعه بالوقت معناها في 2 3 سكند يعني في 2 سكند في 2 3 مينيت يجم يبروفيزي لك يجم يكلاشيك بالوقت اعطيه 24 ساعه تو يدمرك فهمت كان يكتبك على راحته تو يحط معناها وصل السيد راهو حاليا يكلاشي ب 14 رابر في تراك من كثر ما سي بون وصل الالتيميت باور نتاعو انه يلم برشا رابيريت من برشا بلدان ويكلاشيهم دونك هذيك هي القوه نتاع يوبي ديما كل واحد باش يحامي على الراب نتاعو مش مانيش الفان بوي نتاع يوبي برك في الجزائر مي كي حسب ما سمعت لي فري ستايل سمعت ديستراكيت سمعت الكلاشات هو ممكن اقوى واحد سمعته في جلوبالمون في الكلاش في الراب الجزائر نقول الناس الاخر ياكسيون تروح حطوا لكم سونداج نتاع البيف الجاي اللي نعملوه ستي تون للقاء حتى سبسكرايب دونت فورجيت تو تاك فور باسل هارد نيفر ميس ا سناب